السلام عليكم ورحمة الله، مع الدرس 68 من دروس تعلم اللغة التركية المستوى الخامس من كتاب اسطنبول جي بي جافانجولار إيتشين تركشا اسطنبول كتابه. نبدأ الآن، وصلنا إلى الصفحة 39. نحن الآن مع أسئلة نص انظر الشكلان الذي درسناه في الدروس الستة السابقة أو السبعة السابقة. الآن نأتي إلى أسئلته. السؤال الأول يقول لنا متندكي أنلوكيشيلارين، متندكي في النص أنلوكيشيلار الأشخاص المشهورين عاشق أولدوكلار إنسانلار الأشخاص الذين عاشقوهم أزلكلاري نالاردر، ما هي خصائصهم؟ ما هي خصائص الأشخاص الذين عاشقهم الناس المشهورين؟ الأشخاص الذين المشهورين عاشقوا أشخاصا، هؤلاء الأشخاص الذين انعشقوا من طرف المشهورين ما هي خصائصهم؟ نكبر الخط قليلا، أم يكفي هذا؟ نعم. متندكي أنلوكي شيلارين عاشق أولدوكلار إنسانلارن أزلكلاري نادر، يعني نسأل عن أزلكلار خصائص، ما هي الخصائص؟ خصائص من؟ إنسانلارن أزلكلاري، خصائص الأشخاص الذين أحبهم المشهور، ما هي خصائصهم؟ برأيكم هذا السؤال ليس موجود في الدرس بل هو سؤال استنتاجي، لأننا نحن الآن في المستوى الخامس وهو المستوى الأخير، وينبغي على الطالب أن يكون قد وصل إلى مرحلة يستطيع أن يستنتج ويتكلم من ذات نفسه ومن ومن بنات أفكاره كما نقول. السؤال الرابع ماذا يقول لنا؟ متيندكي مكتوبلار، الرسائل التي في النص. نصل بير أشك دويغوسونوي أنلاتيور، نصل بير أشك دويغوسو، ما هي صفة الأشك دويغوسو أنلاتيور تخبر؟ الرسائل التي في النص، ما هي أنواع العشق التي تتحدث عنها، أنواع عواطف العشق التي تتحدث عنها. بوشلوك لاريا ظلم لنكتب في الفراغات، يعني هل هذا العشق عشق مكتوب لارين نصل بالأشق دو يقصو، ما هي يعني سنصف حاسة العشق. مثلا أرجون وإلسا عشقهم كيف كان؟ عشق طويل الأمد، قصير الأمد، عشق مع فقر، عشق مع غنى، كيف تصفونه؟ نصفه بكلمة أو بكلمتين أو بثلاثة. الأولا أرجون وإلسا، أرجون وإلسا، دوستوفيسكي وميريا، أينشتاين وميليبانا، فرو فروهزاد وبيرفيز، كافكا وميلينا، ناظم وبيرايا. السؤال التالي، سيز أنتم بو مكتوب لارا غورا وفقا لهذه الرسائل نصل تنم لارسنز، سيز بو مكتوب لارا غورا أشكنو نصل تنم لارسنز، أنتم كيف تعرفون عشقكم وفقا لهذه الرسائل؟ يعني في الرسائل رأينا أشخاص متعددين وصفوا حبهم وعشقهم، أنتم كيف تصفون عشقكم؟ يجب أن تكتبوا هذا الجواب في هذا الجواب هذا السؤال في جواب في تعليق في اللغة التركية، وأنا أصححه إن شاء الله. السؤال السادس، أشادكي كلمة لر ري، الكلمات التي في الأسفل. نعم، أشادكي كلمة لري إيش أنلم لر إلى مع مرادفاتها، إيش لاشتراليم لنوصل الكلمة مع مرادفها. دشمك حاصل تب تب تبر كولوز، ورم kısacası oymak yara açmak. طيب دشمك هو الجرح أو الطعن، حاصل يعني خلاصته، tuberculosis هو مرض السل، الطرف الثاني ورم مرض السل، kısacası خلاصة ذلك، oymak yaramak معناه جرح. إذا نوصل الكلمة بمرادفها، ثم بعد ذلك يا سيز، أما أنتم سيز هيج سيفدينيز بير إنسانا مكتوب veya şiir yazdınız mı? Siz entum hiç alal ıtlak sevdiğiniz bir insana insanı tuhibbunehu mektub risale veya şiir veya şiir yazdınız mı? Hel ketettum risaleten veya şiiren ila şahsı lezi tuhibbunehu? Siz hiç sevdiğiniz bir insana mektub veya şiir yazdınız mı? Bu mektube bu mektubu gönderdiniz mi? Hel erseltum hadihi risale veya hel erseltum hada şiir lezi ketettumuhu? ونشلم لنتحدث عن هذا، تستطيعون أن تكتبوا وتتحدثوا عن هذا في تعليق في الأسفل إن أردتم. القسم التالي هو قسم القواعد. كلاجك زمان روايتي، رواية الزمن المستقبل، المستقبل نضع لحق جاك كلاجك، ورواية المستقبل الشيء الذي لم أره بعيني فأضعه مش،
gelecekmiş, yapacakmış ve hakikaten zaman basit cidden, basit cidden nakra'uhu ve nakra'u örnekleri, emsiletahu ve temarinahu fi ders kadem inşallah. Dumtum bi hayr ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.